أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. توقيف شخصين اشتبهوا بتورطهما بقتل الناشطة السورية هبة حاج عارف في مدينة بزاعة التابعة لمنطقة الباب بريف حلب الشرقي. روسيا ترحل مهاجرين سوريين وتسلمهم لسلطة الأسد بعد اعتقال لقرابة شهرين وفق صحيفة كوباني من قلب الحدث المحلية. هيئة الاقتصاد التابعة للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا تعلن إنهاء العمل بالقرار المتعلق بتصدير ذكور وإناث الأغنام والأبقار. أصوات انفجارات عنيفة سمعت فجر اليوم في مدينة بانياس وضواحيها بريف طرطوس وفق مصادر محلية دون معرفة تفاصيل الانفجارات. وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تعلن ارتفاع طلبات اللجوء في الاتحاد 18% عام 2023، وكشفت الوكالة أن السوريين والأفغان يشكلون أكبر المجموعات المتقدمة بطلبات اللجوء. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن عدد تصاريح العمل للسوريين في الأردن تجاوز 430 ألف تصريح منذ 2016.